برعاية تاف وياج، سافر وعينيك مغمضة. النجم الساحلي موجود في جوهانسبورغ لمواصلة التحضيرات لنهاية كأس الكاف ضد أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي نهار السبت الجاي. آخر أخبار ليتوال ناخذها في المباشر من جوهانسبورغ مع بابوف كنوزافام الخاص لجنوب أفريقيا طارق المجريسي. طارق مرحبا بك. مرحبا بك حمدي، تحية ليك، تحية لكل اللي يسمع فينا من جوهانسبورغ. موجود وفد النجم الرياضي الساحلي كما نعرفوا الكل، وصل البارح تقريبا في حدود 10 متاع الليل لتوقيت جنوب افريقيا للتحضير لمباراة النهائي اللي باش تجمعوا نهار السبت قدام اورلاندو بيراتس. الاخبار ممكن الاهم هو توا إصابة ايمن بلبول اللي كانت عرض لها في مباراة المنتخب الوطني قدام نظيره الموريتاني. معايا الدكتور قيس الخشناوي يطمنا اكثر على حاله ايمن البلبولي. مرحبا بك على كنوز الدكتور. بارك الله فيك دكتور. حاله صحيه لايمن البلبولي، عمل لي ريم في تونس، معنا انه اليوم مش تعملوا له ريم جديد، هزيتوه ولا مازال؟ مازال ما مشاش، هو توا مازال خليناه يرتاح على راسه على خاطر نتعرف البارح الفواياج كان متعب شويه. منطقيا بديك السوغاسيون كان باش يتعملوا، معناتها ما نجموش ناخذوا 100% النتيجة الأولى كنتيجة رسمية متاع الفحوصات العامة متاع الخط عملت فكري شوية. يلزم البناء يتعمل 48 ساعة من بعد بداية الآلام اللي هو مازال معناتها نجم نقولوا العشية مؤخر شوية، ممكن غدوة الساعة نعملوا البناء نتاعو. مي تو فا ديبوندغ من الوضعية اللي باش يكون فيها من بعد العشية باش نعاودوا له بناء كلينيك آخر. حسب اللي قد تلاحظ فيهم وعينت كلام من البلبولي زعمي نجم يكون حاضر للنهائي؟ والله أني من الناس اللي ديما نقول مدام موجود في المجموعة معناتها راه على خاطر تم أمل أنه باش يكون حاضر، باش نحدوا نسبة الأمل هذا راه صعيب شوية. لكن لو كان ما عنديش حتى أمل أنه باش يجي ما ناخذش ريسك باش نتعبوا في فواياج ونعرفوا اللي عندنا ماتش آخر دون زين كمان. يعطيك الصحة دكتور، مشكور بارك الله فيك. نحكي يا حمدي، كان الدكتور فيصل الخشناوي يحكي على عامل الإرهاق والتعب نظرا لطول السفرة. المهمة باش تكون موكولة للثنائي العدد البدني من نيربي ياسين بونسيدا. ياسين كنا حكينا معاه بعد وصول وحدة النجم جوهانسبورغ، نسمعوا شنو قال. والله أول حاجة يلزمنا نخمو في لابون ريكوبيراسيون، الجوارات يلزمهم يرتاحوا بالباهي ويشربوا برشا ماء، عندنا حاجات إن شاء الله اللي تخليهم يرتاحوا. وخويا الكوب دافريك هذيك هي راهو اللي باش يلعب كوب دافريك لازم يكون يعرف روحه علاش قادم، هذيك أجواء أفريقيا إن شاء الله. إحنا مازال عندنا نهارين نحضروا فيهم بالباهي وإن شاء الله ربي يجيبنا في الصواب. كان هذا ياسين بوعقيدة. ياسين بوعقيدة زادة كان يتحدث على بغداد بونجاح، اللي نأكد أنه بغداد مازال كيف وصل لجوهانسبورغ برفقة المدير اللوجيستي للنجم الرياضي الساحلي فؤاد الشتالي. ياسين قال أنه تم برنامج خاص بغداد بونجاح، نسمعه. بغداد ان شاء الله باش ريكوبيري كصحابو يدخل في الجروب وحنا نعملوا اكثر المستحيلات باش لجورجيا ان شاء الله نكونوا جمعيه كامله حاضره سورتو لي بلون وان شاء الله ربي معنا. كان هذا ياسين بعطيد المعدل بدني للنجم. النجم عنده زوج معدلين بدنيين هما قلت من نفس نادي ياسين بعطيد، عندهم مهمة كما قلنا موكولة لعدد الملاعبية وتخليصهم من عمل الإرهاق بعد رحلة دامت أكثر من 12 ساعة. معنا هذا الدكتور فيصل الخشناوي يحكي على الحالة الصحية لأيمن البلبولي، تفاؤل كبير من طبيب النجم الدكتور فيصل الخشناوي. حمدي نقطة أخرى لهنا، أخبار مازال كيف وصلنا متعلق بقضية اللاعب موسى مازو، اليوم وصلت مراسلة من المحكمة الدولية تعلن فيه إدارة النجم الرياضي الساحلي بتأجيل التصريح بالحكم إلى يوم 29 ديسمبر المقبل. إجمالا هذا كل ما عنا، لكن قبل خليني نفكر ببرنامج اليوم، برنامج التمارين باش تكون حصة تدريبية في توقيت المباراة 8 بتوقيت جنوب أفريقيا 7 بوقت تونس، باش تكون في ملعب قريب شوية من نزل الإقامة، وغدوة باش تكون الحصة التدريبية الأخيرة في ملعب أورلاندو اللي باش يحتضن مباراة نهار السبت بين النجم وأورلاندو بيراتس. من بين زادة الوجوه الحاضرة عبد المجيد الشتالي المدرب الوطني السابق اللي كان حاضر في الرحلة الخاصة للنجم الرياضي الساحلي، قاعدين نشوفوا فيه يتحرك داخل النزل يتحدث مع بعض الملاعبية مع الإطار الفني، ووجوده إلى جانب الملاعبية في حد ذاته تحفيز ودفع معنوي لكل العناصر قبل 48 ساعة من مواجهة أورلاندو بيراتس. شكرا لك طارق، يعطيك الصحة وبالتوفيق للنجم الساحلي.
اكيد اخر اخبار ليتوال والكواليس باش تتابعوها لحظه بلحظه على كنوز اف ام مع مبعوثنا الخاص لجوهانسبورغ طارق المجريسي.